الإذاعة وانطلاقة شوطنا الثاني عشر في تعداد أشواط مساء هذا اليوم. الشوط الثاني عشر مشاهدينا متابعينا الكرام، شوط خاص بالإذاعة البكار المهجنات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا المعتادة والمقررة هي 6 كيلومترات، انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع مع هذا التحدي المثير، مع هذا الانطلاق الرائع في هذا أيضا المساء الجميل مع سن الإذاع سن الإمتاع. نسير بالصدارة نتابع البداية وأرهني اللي قادت المجموعة سرابة من انطلقت بناموس هذا الشوط منذ البداية تندفع بالمقدمة والصدارة والشعار هجن العاصفة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد بن غدير تليها مع المركز الثاني، مع المركز الثاني أرى الشاهينية التابعة لهجن الرئاسة وانطلاقة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، بينما انطلقنا مع المركز الثالث، مع المركز الثالث بأرى التحديات من سلهودة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وانطلاقة أبو أحمد السعيد بن سالم الينيبي. من يتابع انطلاقة سلهودة مع المركز الثالث رابع التحديات، المركز الرابع نتابع بتصوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري يتابع ومنطلق ايضا بهذا التحدي المثير. النقلة التالية مع المركز الخامس، مع المركز الخامس ارهني غزر تتسلل تنطلق مع المركز الخامس لسمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم ومتابعة سلطان بن سيف المقبالي. من يتابع انطلاقة غزر مع المركز الخامس والسادس التحديات ارهني الظبي بالشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم وانطلاقة عتيج بن سالم بالعرط الحميري. من يتابع انطلاقة الظبي مع المركز السادس سابع التحديات أرهني حصائل التابع الهجن العاصفة يقدمها واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. ومن الجانب الآخر مع المركز الثامن، مع المركز الثامن أرى التحديات في هذه اللحظات من العشوش من بدأت تتسلل وتنطلق مع المركز الثامن بشعار سمو الشيخ محمد بن مرمر المكتوم المكتوم ومتابعة سعيد بن أبي بن مروشد. من يتابع هذا الانطلاق، من يتابع هذا التحدي مع المركز الثامن تاسع التحديات الانطلاق المثير والتحدي الجميل من نجدة، ومع المركز العاشر نتابع سمعة والثنتين الثنتين بشعار هجن العاصفة يقدمهن الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الأول وجولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. ولكن منعود مع الصدارة نتابع، نتابع البداية نتابع المقدمة والمغادرة، المغادرة للوحة 3 كيلومترات انتصاف المسافة، انتصاف المسافة. بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط وبدت الأمتار تتناقص تحت هذا الرقص مع هذا السن سن الإذاع سن الإمتاع. الصدارة والمقدمة وأرهني سلهودة، أرى سلهودة اللي انطلقت بمقدمة هذا الشوط وشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وانطلاقة سعيد بن سالم الينيبي أبو أحمد. يتابع، يتابع انطلاقة سلهودة المركز الثاني، الشاهينية التابعة لهجن الرئاسة يقدمها الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، ولكن سرابة مع المركز الثالث بشعار هجن العاصفة وانطلاقة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. الثلاث المراكز الأولى اللي ابتعدن ابتعاد كلي، ولكن أرى التحديات القادمة. أرهني بتصوغان مع المركز الرابع بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة مسري بن سالم بالعرطي الحميري الظبي. تنطلق مع المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. ولكن أرى القدوم في هذه اللحظات من غزر اللي تسللت مع المركز السادس
لسمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم ومتابع السلطان بالسيف المقبالي من يتابع انطلاقه غزر مع المركز السادس سابع التحديات نتابع العشوش نتابع العشوش مع المركز السابع وبتحديات ايضا وبالشعار سمو الشيخ محمد بن مرب المكتوم المكتوم وانطلاقه سعيد بن عبيد من مروشد من يتابع هذا التحدي من يتابع هذا الانطلاق المثير ولكن بدينا نتجه سريع وصحيح الى خط النهايه والى المنصه الرئيسيه ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء المثير على هذا الاداء المتميز في هذه الامسيه التراثيه الجميله والرائعه الصداره والمقدمه مشاهدينا متابعينا الكرام وسلهود سلهود على راس الحرب يا الرشوق بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وانطلاقة سعيد بن سالم الينيبي ولكن أرى الظبي مع المركز الثاني الظبي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بن عرضي الحميري من يتابع انطلاقة الظبي الشاهينية تتسلل مع المركز الثالث بشعار هجر الرياسة وانطلاقة أحمد بن مطر بن مايد الخيري والقدوم من بوتسوغان مع المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان برادة مكتوم وانطلاقة المسري بن سالم بالعرضي الحميري ولكن من الجانب الآخر نتابع العشوش اللي انطلقت مع المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن مر المكتوم المكتوم ومتابعة سعيد بن عبيد بن مروشد من يتابع انطلاقة العشوش لنا عودة مع الصدارة مع المقدمة مع الظبي اللي انطلقت بناموس هذا الشوط بدأت تباعد الظبي انطلقت بالصدارة انطلقت بالمقدمة بهذا الشعار شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم وانطلاقة عتيج بن سالم بالعرض الحميري من بدأ أيضا يدفع بالظبي وهي تنطلق على المقدمة من بعد المسافة ولكن الخطورة من الشاهينية اللي بدأت أيضا تعلن الهجوم في هذه اللحظات ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المتميز والظبي على رأس الحرب اللحظات المثيرة الشاهينية تحاول ولكن الظبي صامد ما شاء الله تبارك الله الظبي والشاهينية الشاهينية والظبي الظبي اللحظات الأخيرة الظبي الشاهينية من حين اللعبة خط النهاية المركز الثالث تصل فيه سلهودة اسمه الشيخ حمدان براد المكتوم المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام لسمو الشيخ سعيد بن حمدان براد المكتوم والمركز الخامس لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية والشاهينية اللي تسللت مشاهدينا متابعينا الكرام في الأمتار النهائية تأتي بتوقيت زمني مقدارة 9:14:03 تهانينا لهجن الرئاسة والتهاني موصولة لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي بينما اللي وصلت مع المركز الثاني الظبي 9:14 توقيتها الزمني و4:04 تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم والتهاني موصولة لعتيج بن سالم بالعرطي الحميري بينما اللي وصلت مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام هذه لحظات وصول المركز الثالث إلى خط النهاية هذا التحدي المثير مع هذا الانطلاق الرائع تاتي سلهوده 9:18 6:00 تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والتهاني لسعيد بن سالم الينيبي التواصل مستمر